السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس القراءة. درسنا النهاردة بعنوان طريق السلام. نشوف مع بعض. طريق السلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. في هذه الآيات يؤكد الله سبحانه وتعالى على القيم السامية التي تضمن للمجتمع الأمن والاستقرار والسلام. فالسلام لن يتحقق على الأرض إلا باتباع ما أمرنا الله به والابتعاد عما نهى عنه، والعمل بما جاء في سنة نبيه صلى الله في الكتاب الكريم مفصلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الشريفة. لو جينا يا أولاد بصينا للآية الأولى في هذا الدرس: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سنجد أن فيها دعوة من الله سبحانه وتعالى، نداء للذين آمنوا أن يبتعدوا عن كل طرق العنف والعدوان بينهم وبين بعضهم، وبينهم أيضا وبين من خالفهم أي الكفار. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، ينادي المؤمنين بأن يدخلوا في السلم كافة، أن يتبعوا طريق السلام والسلم، ولا يتبعوا خطوات الشيطان، ولا يسيروا في طريق الشيطان المليء بالعداوة والخصام والخلاف والفرقة، لأن الشيطان عدو ظاهر قديم قدم الخليق للإنسان، يجره إلى فعل كل ما فيه سوء له. ويضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لنا في هذه الآيات بصحابي جليل هو صهيب بن الرومي، الذي ضحى بكل ما يملك وبكل شيء قيم وثمين وكل شيء يخصه من تجارة وأموال، أعطاهم للكفار في مكة حتى يستطيع أن يهاجر مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهو بهذه الطريقة اتبع طريق السلم ولم يحاربهم، بل تنازل عن كل شيء مقابل أن يلحق بحبيبه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما يضرب لنا مثلا بهذا الصحابي أنه يأمرنا بالاقتداء به في طريقته للجروح إلى السلم والبعد عن العدوان والشر. في الآية الثانية أو في هذه الآية توجد لدينا مواطن أو مواضع جمالية توضح الآية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا هنا يا أيها الذين آمنوا هنا نداء للمؤمنين فيه تعظيم وتكريم لهم. ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا هنا أسلوب أمر، والغرض منه الحث على الدخول في السلم والابتعاد عن العدوان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هنا في هذه الآيات يأمرنا الله سبحانه وتعالى بعدم اتباع خطوات الشيطان، هنا أسلوب نهي الغرض منه التحذير من السير في طريق الشيطان الذي يؤدي إلى هلاك الإنسان. إنه لكم عدو مبين، ومبين هنا بمعنى ظاهر. هذا تعبير جميل يؤكد عداوة الشيطان للإنسان. طب عرفنا منين إن هو يؤكد من إن للتوكيد، إن للتوكيد على أن عداوة الشيطان للإنسان موجودة لا محالة، وأنه يجره إلى طريق المعاصي حتى يكسب ولاءه له ويبعده عن طريق الله وعن طريق الخير. الآية الثانية: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هنا في هذه الآية
يحذر الله سبحانه وتعالى كل إنسان من الانحراف والضلال عن طريق الحق وطريق الاستقامة. فإن زللتم، الزلل هو الضلال عن طريق الاستقامة. هذا الزلل والبعد عن طريق الحق وطريق السلم واتباع خطوات الشيطان يؤدي بنا إلى غضب الله وعقابه، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر على عقابنا ما دمنا ابتعدنا عن اتباع ما أمر به وسرنا في طريق ما نهى عنه. فيجب علينا أن نلتزم بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به والبعد عن طريق الشيطان، حتى لا نعرض أنفسنا لعقاب الله القادر القوي الذي يصرف شؤون خلقه بقوة وحكمة. في هذه الآية لدينا موطن جمال، هو فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا أسلوب أمر للتحذير من الاستمرار في الانحراف عن طريق الاستقامة والقرب من الله. طيب، نشوف مع بعض بعض المفردات. كافة جميعا، مبين ظاهر، زللتم ضللتم عن الحق، البينات البراهين والأدلة. هنراجع مع بعض مواضع الجمال مرة أخرى. يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين فيه تعظيم وتكريم لهم. ادخلوا في السلم، أمر للحث على الدخول في السلم والابتعاد عن العدوان. لا تتبعوا خطوات الشيطان، أسلوب نهي للتحذير من السير في طريق الشيطان الذي يؤدي إلى هلاك الإنسان. إنه لكم عدو مبين، تعبير جميل يؤكد عداوة الشيطان للإنسان، ووسيلة التوكيد إن تؤكد ذلك وتثبت ذلك. فاعلموا أن الله عزيز حكيم هو أسلوب أمر للتحذير من الاستمرار في الانحراف عن طريق الاستقامة. أنشطة وتدريبات. استمع إلى الآية الكريمة ثم أجب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لماذا يحذرنا الله تعالى من اتباع خطوات الشيطان؟ قلناها قبل كده، لأن طريق الشيطان يؤدي إلى الإيه؟ إلى الهلاك، بالظبط كده، والخصام والقطيعة والفرقة. نتأكد، يحذرنا الله من اتباع خطوات الشيطان لأنه يؤدي إلى الهلاك. أكمل في الآية نداء وأمر ونهي. إيه هو النداء الموجود عندي في الآية؟ حد يفكرني؟ أحسنتم، يا أيها الذين آمنوا. تمام. طيب، إيه الأمر؟ ادخلوا في السلم كافة. برافو عليكم. طيب، نيجي بقى للنهي، ندور كده. لا تتبعوا خطوات الشيطان. أحسنتم. قال الله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. هات مرادف زللتم. قلنا زللتم يعني إيه؟ ضللتم عن الحق. مفرد البينات البينة. في الآية السابقة تحذير واضح. إيه الآية؟ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. إيه بقى التحذير اللي عندي؟ التحذير من الزلل واتباع خطوات الشيطان والبعد عن الحق. نشوف كده. تحذير من السير في طريق الشيطان الذي يؤدي إلى هلاك الإنسان. بين ما تراه من جمال في قوله تعالى: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. نشوف كده مع بعض، نفتكر. أسلوب أمر للتحذير من الاستمرار في الانحراف عن طريق الاستقامة. تمام. أكمل خريطة الكلمة الآتية. كلمة مبين. كلمة مبين، يا ترى نوعها إيه؟ سمع ناس بتقول لي اسم. نشوف كده. أحسنتم، برافو عليكم. طيب، معناها خدناها في المفردات: ظاهر، مضادها ها، أحسنتم، خفي. خفي الجملة، ويا ريت تكون من الآيات زي ما احنا عاملين هنا: إن الشيطان عدو مبين. حبايبي، أرجو إن الدرس يكون سهل وإنكم تكونوا استوعبتوه. دعواتي ليكم بالنجاح، و نلقاكم في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.